نبدأ بأحلى إعلان لصيف، إنه طيران الإمارات عملت شراكة مع منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC عشان تقدم محتوى متميز وحصري في نظام الترفيه الجوي آيس الحائز على جوائز عالمية، وحيبدأ هذا التعاون في شهر جولاي الحالي. وعلى كذا حيصير نظام طيران الإمارات القناة الوحيدة اللي بتعرض أبرز أعمال شاهد الأصلية وعروض شاهد الأولى اللي تلبي مختلف اهتمامات أفراد العيلة. نروح لفيلم أبطال، هذا العمل السعودي المميز اللي حيبدأ عرضه على منصة شاهد يوم 7 جولاي، وهو فيلم كوميدي شبابي عن قصة خالد اللي يتم تعيينه مدرب كرة قدم لمجموعة رياضيين من ذوي الإعاقات الذهنية، وعن طريق براءتهم وبساطتهم وطرافتهم يساعدوا خالد أنه يلاقوا المعنى الحقيقي للحياة. الفيلم من بطولة ياسر السقاف وفاطمة البنوي ومجموعة من الممثلين المميزين، خلونا نتابع. أنت أسأت لنا وللنادي إساءة كبيرة. لجنة الانضباط فرضت عقوبة تأديبية عليك. خدمة اجتماعية، تدرب فريق عنده احتياج خاص. احتياج خاص؟ احتياج خاص يعني إيه؟ يعني مواقين. ما في أي أحد من الشباب راح يعرف إنه تدريبك لهم هي عقوبة مفروضة عليك. بس صدقني أنت لما تشوفهم راح تحبهم. أنا مستحيل أدربهم دول. أنا أدرب ناس طبيعيين لاعبين كورة. هذول لا هم لاعبين كورة ولا هم طبيعيين. هذا مو فريق. هذول ما يعرفوا أنت يجروا. أبدأ مهام هنا. أنا مهم كيف يجري. وعشان نفوز أبى أطبق كل خطة أقول لكم عليها. مفهوم؟ نص كفاية. وأحب أقول لكم أنه منصة شاهد، طبعاً ألف مبروك لشاهد، حصلت على جائزة الشراع الفضي عن مسلسل عالم جلوبي الملون عن فئة أعمال الطفل والأسرة في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورة 15 في مملكة البحرين، واستلمت الجائزة نيابة عن منصة شاهد مخرجة العمل إيناس يعقوب. المسلسل من أعمال شاهد الأصلية اللي تهتم بعالم صناعة الرسوم المتحركة من المحتوى العربي عشان تخاطب الطفل بأسلوب شيق وتربوي. خلينا نشوف. مرحبا جلوبي جلوبي، هذه أنا جلوبي البقرة الأكثر خجلا على الإطلاق. مرحبا يا عم أبي. كنت أنتظر أن تقوليها. وأمي الغداء جاهز وقشطة.